خبر كيفرحكم وكيفرحني، لان الرجاء غاليه غاليه على المغاربه كاملين. وانا بكل صراحه الفريق اللي يعني من بعد فريق اتحاد سيدي قاسم، وكاين المغرب التطواني وكاين الرجاء. الرجاء لان الرجاء قبل من بزاف ديال الفرق اللي يعني اللي كنت معاهم كمدرب وكلاعب. الرجاء لان كان عندي واحد الماضي مع لعابه كبار كانوا فيها بحال بيتشو بينيني ومحمد فاخير، لان ملي كنا كنلعبوا مع الرجاء في الدار البيضاء كنبقاو هنا في الدار البيضاء مع بيتشو الله يرحمه. وكذلك ملي كيجيو لسيدي قاسم نفس الشيء. وبقات هذه العلاقه دائما ولات عندنا الرجاء يعني في القلب، بنينا كنبغيو يعني كنا ديك الساعات كنلعبوا في سيدي قاسم. بالنسبه لنا سيدي قاسم والرجاء هما الفراقين اللي كنا كنبغيو. كان اتصال بيا من طرف الرئيس و يعني تكلمنا في هذا الموضوع هذا ديال على اساس انني نكون يعني المشرف على الفريق، وبالنسبه ليا غنكون منسق مع يعني جميع الاطر ومع الرئيس، يعني الاستشاره ديال الرئيس معايا وانا يعني مستشار بالنسبه للرئيس. وهذا يعني تيخلي ان يعني نخدم واحد الخدمه اللي هي تقريبا جديده عليا، ولكن بالنسبه ليا ربما هي اسهل من 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 تكون مدرب، لان مدرب شي شويه صعيبه. ولكن حقيقه في الرجاء ما كتصعب عليك حتى حاجه، اي حاجه يعني تقدر يعني تتعامل معها، بالاخص مع الجمهور اللي كاين. الجمهور اللي كيبغي الفريق ديالو كيبغي الكره، وملي كيكون الجمهور كيبغي الكره بالنسبه لي انا كتسهل عندي الامور. والحمد لله احنا الان مع فريق الرجاء احنا غادي نسهروا على هذا الفريق، على الشباب اللي كاين في مدينه الدار البيضاء، باش تكون عنده الحظ ديالو باش يلعب في الفريق ديالو. وهذا هو الامنيه ديالي، ويكون عندنا اطر من 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 الرجاء، من فريق الرجاء، لان يعني المدربين الكبار كلهم كانوا يعني في الفرق ديالهم ودربوا في الفرق ديالهم وتكونوا في الفرق ديالهم وعطوا نتيجه كبيره. الرجاء بكل صراحه هي الفريق الاول اللي عرض عليا هاد المهمه هذه، وانا بكل صراحه، لان فريق الرجاء كان عندي معاه جوج د المرات كيكون اتصال بيا العودة ديال الجماهير، وهذه كتجيني فعل خير، وجات بالمناسبه ديالي الالتحاق ديالي بفريق الرجاء باش يكون واحد الدعم معنوي كبير ان شاء الله. شكرا.